مشاهدينا الكرام، أجدد التحية بحضراتكم في وقفتنا الحوارية الأولى في حلقة اليوم من القاهرة، ويسعدنا أن ينضم إلينا فيها أحد الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية الدكتور جمال سلامة، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس. برحب بحضرتك دكتور. أهلا جمال. بحضرتك. أهلا وسهلا. بداية كل سنة وحضرتك طيب، وألف مبروك على الجائزة. وحضرتك طيبة ومصر بخير، والله يبارك فيك وأشكرك على مجاملتك. لا يا فندم، هي مش مجاملة الحقيقة، وحضرتك هي جائزة مستحقة عن جدارة من يعني وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة عن كتاب حضرتك فلسفة الحق الإنساني في عالم متغير. نعم. الكتاب صدر سنة كام، وتفاصيل أكتر عن مضمون هذا الكتاب؟ الكتاب صدر سنة 2016، والكتاب هو بيتناول فكرة الحق الإنساني، مفهوم الحق الإنساني بصفة عامة عبر العصور. من أين نشأت من بداية يعني نظرية الحق الطبيعي، أن البعض كان بيعتبر أن هناك حقوق طبيعية للفرد مهما كان هذا الفرد، ولا يجب أن تنتقص هذه الحقوق. ثم بعد ذلك كيف تطور أو تداول هذا المفهوم عبر مختلف الأمم، إلى أن وصلنا إلى مفهوم الحق الإنساني في عصر التنظيم الدولي أو عصر المنظمات الدولية، وبعد ذلك أو ما يعرف بعصر القانون الدولي. وبعد ذلك أيضا يعني لم يتوقف الأمر عند الستينات القرن الماضي بصدور العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والمدنية والحقوق الاقتصادية، لكن أيضا ظهرت من خلال بعض التفاعلات الدولية أو بعض الأحداث أو بعض توازنات القوى الدولية، أيضا هناك أصبح هناك تطورا لمفهوم حقوق الإنسان، لأصبح أن هذا الحق أيضا يعني بات يتعارض مع مفهوم كان راسخ في الفقه القانون الدولي، وهو مفهوم السيادة. أصبح هناك لا سيادة أو مفهوم السيادة أصبح مفهوما مرنا مع تطور مفهوم الحق الإنساني وفكرة وجود ما سمي بالتدخل الإنساني أو التدخل للاعتبارات الإنسانية، تدخل الدولة للاعتبارات الإنسانية، سواء كان هذا الأمر أمر حقيقة أو يتخذ كتكأة لفرض إرادة على بعض الدول الأخرى، إلى أن وصلنا إلى تسعينات القرن الماضي وظهرت المحكمة الجنائية الدولية، وأضيفت أيضا فكرة القانون الدولي كآلية لضمان أو لمعاقبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما جرائم الحرب الجماعية. فهذا بالطبع يعني هو تطور أو هو الكتاب تناول هذا المفهوم، فلسفة الحق الإنساني أو الحكمة. الفلسفة ما هي الفلسفة؟ الفلسفة هي الحكمة، هو جوهر الأشياء. فبالتالي هذا الكتاب هو معني بجوهر الحق الإنساني عبر العصور ومن خلال الأمم أو بين الأمم المختلفة. طب وخلص الكتاب إلى أن ما نعيشه الآن يا دكتور في فلسفة الحق الإنساني، هل تغير هذا المفهوم عن حق الإنسان فيما قبل التشريعات والقوانين الدولية، ولا ما زالت هي نفس المفاهيم ونفس الحقوق ما هي؟ لا، هو بالطبع هناك تطور وهناك تغير وهناك أيضا صيانة أو ضمانات لحقوق الإنسان لم تكن متوفرة، لكن ما زال الأمر هو الانتقائية. نعم. يعني حدثين هذا الأمر، لكن هل يطبق هذا بشكل عمومي أو كما هو تعريف الحقوق الإنسان هي حقوق مجردة، يعني يجب أن يتمتع بها الإنسان مطلق الإنسان مهما كانت عقيدته، مهما كان جنسه، مهما كان عرقه، مهما كان لغته، مهما كان لونه. لكن هذا الأمر حينما نصل إلى مرحلة التطبيق بنجد أيضا أن هناك انتقائية. الإنسان أصبح الآن أيضا في بعض أذهان بعض المجتمعات، ولا سيما في بعض يعني لو كنا نتحدث عن بعض الدول أو بعض الحكومات، وما زال الإنسان هو الإنسان الأبيض، الإنسان الأنجلوساكسوني الأبيض، هذا هو تعريف الإنسان في الذهنية. طبعا لا يصرحون بمثل هذا الأمر، لكن حينما نتحدث عن التطبيق بالطبع هناك خلاف بين التطبيق وبين الواقع، لكن على الأقل هناك بالفعل تقدم. لا يجب بالفعل أن نقلل من الجهود الدولية التي بذلت لضمان وصيانة الحقوق الإنسان. الحقوق هي مجموعة من الحريات. نعم. يعني هي البداية هي حريات، يعني حق التملك هو حرية التملك لمن يملك، يستطيع أن يملك. حق التعبير هي حرية التعبير لمن أراد. فبالتالي هي مجموع الحقوق هي في أصلها حريات.
نعم. طب دكتور جمال، يعني فكرة حقوق الإنسان بتأخذنا دائما إلى فكرة الموضوعية في تطبيق حقوق الإنسان. من رصد حضرتك في الفترة الأخيرة، هل معايير حقوق الإنسان تطبق بموضوعية؟ وحضرتك كنت قلت أنها بتستخدم تكئة للتدخل في شؤون دول ما. ما زلنا حتى الآن نسيء استخدام مفهوم حقوق الإنسان وفلسفة حقوق الإنسان في عملية التطبيق؟ يعني أنا أعتقد عبر التشريعات يمكن أن نتحدث عن موضوعية أو عدم موضوعية. هناك دول بالفعل أخذت بهذه المواثيق الدولية، يعني أخذ يعني معتبر، وابتدت أنها تضمن هذا في تشريعاتها، وباتت تراقب سلوك السلطات التنفيذية أو بعض الجهات، وبالتالي أيضا والمجتمعات نفسها وصلت إلى مرحلة من النضج يصعب جدا أن تنتهك حقوق الإنسان داخلها، سواء كان هذا يعني في ضد أشخاص من جنسية هذه الدولة أو حتى من الأجانب المقيمين. لكن هذا الأمر بيرتبط أيضا بتطور المجتمع وبوجود أيضا قوى اجتماعية تستطيع أن تمثل ضغطا على الحكومات. الأمر حقوق الإنسان ليس هي حق انتزع، هي حقوق، لكن يجب أن يكون هناك قوة لا تعتمد فقط على أريحية الحاكم أو أريحية السلطة الحاكمة، لكن أيضا بتعتمد أيضا على بمدى ما تمثله القوى الاجتماعية أو النظام الاجتماعي من نضوج ومن تطور، بالتالي يجبر أو على الأقل بيجد أي حكومة أو أي نظام سياسي بيجد نفسه أن هو يعني موجود في قالب عليه أن يكيف نفسه مع هذا القالب الاجتماعي. فبالتالي نعم. بنجد أيضا أن ما زال الأمر يتراوح من دولة إلى دولة أخرى، هذا في الوضع الداخلي. لكن إذا كنت تحدثيني على الانتقائية في التعامل هناك، نعم. طبعا النظر إلى الدول الأخرى فيما تنتهك من حقوق الإنسان من منظوري أنا، يعني هي دي يمكن الفكرة الجوهرية اللي أقصدها بمفهوم الموضوعية. يعني سأشير إليك إلى موقف دولة مثل الولايات المتحدة من حقوق الإنسان في العالم الآخر. نعم. هي بتعتبر أن الولايات المتحدة هي عالم، وكل العالم كل العالم هو عالم آخر بما فيه العالم الغربي، أوروبا حتى بتعتبره نعم. الآخر. لكن حينما يكون هناك مصالح مع نظام سياسي معين بتغض الطرف عن كل الانتهاكات وتعامل هذا النظام معاملة الصديق ومعاملة العشيق، لكن حينما يكون هناك تعارض في المصالح بتبدا انها تلوح له بملف حقوق الانسان. حدث هذا من الولايات المتحده تجاه الصين وتجاه روسيا، لا اقول لك تجاه بعض النظم العربيه او كل هذه الامور، نعم. هذا امر يعني مفروغ منه والكل يعلمه، لكن حتى بتفعل هذا ضد قوه كبيره جدا مثل الصين مثل روسيا. اشير اليك الى طرفه منذ يعني اعتقد عام 2010 كان هناك يعني حراك من السود في الولايات المتحدة ضد بعض يعني مظاهر التمييز ضدهم من قبل الشرطة الأمريكية وكل هذه الأمور، وكان هناك بالفعل ضغوط، وكان في السابق كان منذ عام يعني كان هناك تقرير ضد مصر بشأن حقوق الإنسان. فأعتقد أن وزارة الخارجية مصر أصدرت بيان وقالت إن مصر تنظر بالقلق إلى ما يحدث في الولايات المتحدة في الشارع الأمريكي، وما يعني وتدعو الحكومة الأمريكية التعامل بشيء من مراعاة حقوق الإنسان في التعامل مع مصر. لكن هذا بالفعل هذا يعني معظم الحكومات بتتعامل بهذا المنطق، إذا كان هناك احتكاك أو إذا كان هناك عدم توافق أو انسجام فبالتالي بنلوح بملفات حقوق الإنسان إلى الأقل. نعم. دكتور جمال، اسمح لي ننتقل للحديث عن جوائز الدولة. حضرتك بترى أهمية هذه الجوائز وتأثيرها على رجال الفكر والفن والقوى الناعمة المصرية، إيه دور هذه الجوائز وكيف نعظم هذا الدور؟ طبعا هي جوائز الدولة هي أهم جائزة يعني الإنسان أو المفكر أو بيعمل في مجال. طبعا جوائز الدولة هي جوائز متعددة، جوائز الدولة التقديرية أو جوائز الدولة التشريعية لا تشمل العلوم السياسية أو القانون فقط، تشمل كل مجالات أنشطة الحياة بما فيها الأنشطة العلمية أيضا حتى في الأجهزة الطبية. هذا الأمر عمل به في عهد الرئيس عبد الناصر، يعني حينما قررت الدولة أن تمنح جوائز لمن أسهموا في
تأصيل الفكرة أو تأصيل بعض العلوم أو قدموا خدمات بالنسبة لجواز الدولة التقديرية. جواز الدولة التقديرية غير التشجيعية. نعم. التشجيعية يعني بتمنح على عمل بعينه، أما التقديرية على مجمل السيرة الذاتية ومجمل حياة الشخص، وبالتالي هي تقدير لتاريخ من يعني أسهموا بجد في خدمة المجتمع المصري. وبالتالي حينما يعني بيمنح تمنح مثل هذه الجائزة إلى بعض الأشخاص أو المفكرين أو المبدعين كما يسموا، فبالتالي أنا أعتقد ده بيعطي نوع من الحافز وبيعطي نوع من الأمل أن يعني ما نقوم به ليس هباء. طبعا يعني هناك ما هو أسمى من جوائز الدولة التقديرية وأسمى من جوائز الدولة التشريعية، علم ينتفع به. نعم. وهذا يعني نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا علما ينتفع به، لكن على الأقل في الدنيا من لم يشكر الناس كما يقال لم يشكر الله. فبالتالي أعتقد أن مثل هذه الجوائز يعني بتعطي نوع من الأمل وبتحفز الآخرين على العطاء وعلى الإبداع. طب يعني أسلوب اختيار اللي بيفوز بهذه الجوائز، الآلية اللي بتعمل بيها وزارة الثقافة أو المجلس الأعلى للثقافة حتى تمنح جائزة تقديرية أو تشجيعية؟ طب أنا أقول لك حاجة وتصدقيني، أنا ما أعرفش. يعني حضرتك لم تتقدم بهذا؟ تقدمت وبعد كده الكلام ده طبعا هي بتستغرق وقت، ممكن تاخد سنة أو سنة وشوية قبل ما يبيتوا فيها، إلى أن فوجئت بالتليفون من وزارة الثقافة بيبلغوني بيقولوا لي مبروك، كان في إعلان امبارح ولسه في حفل سيقام وستسلم فيه الجوائز، ولكن إحنا بنحب نخبرك إن كان في امبارح لجنة برئاسة الوزيرة وجمعت كل الترشيحات والنتائج التحكيم، لأن طبعا العمل اللي أنت بتقدميه بيذهب إلى لجان خاصة بتشكل من وزارة الثقافة من يعني خبراء في هذا المجال، يعني هم أكثر قدرة منا وأكثر خبرة وأكثر سنا وأكثر يعني علما في هذا المجال في لسنوات طويلة. في الغالب بيكونوا أساتذتنا اللي علمونا، معظمهم بيكونوا أساتذتنا اللي علمونا وأساتذتنا اللي ليهم فضل علينا. وطبعا أنا عشان بقول لك أنا ما أعرفش، أنا طبعا ما أعرفش مين اللي هو اختارني، لكن أنا ممتن ليه وبوجه له طبعا على فكرة. هو كلام حضرتك بأن حضرتك ما تعرفش ده يمكن يكون حاجة إيجابية. نعم. لأن يمكن المشككين دايما بيبصوا إلى أي حد بيفوز أو بينجح في حاجة إن في حد واسطة، في معرفة، إن في طريقة ما هو سلكها. لا، أنا زي ما قلت لحضرتك بالفعل أنا حضرتك ما تعرفش. أنا ما أعرفش ونسيت الموضوع ده من أساسه، وبعد كده أنا كنت في الجامعة في مكتبي فاتصلوا بي فقلت لهم طيب، كنت في اجتماع حتى قلت لهم طب معلش كلمني بعد ربع ساعة، خدت كلامه بنوع من التحفظ كده وكلمني تاني، يعني هو من اللي بيتكلم افتكرني يعني ان انا مش مديله اهتمام او حاجة زي كده، فبيقول لي على التفاصيل. لكن اللي احنا نعرفه ان هناك آلية. نعم. لكن هذه الآلية انه بتعرض الاعمال كل عمل على لجان معينة. طبعا جوائز الدولة كان في مجال الاداب والفنون كان 36 جائزة، حجبت 19 جائزة ومنحت 17 جائزة. طبعا كل جائزة من هذه الجوائز بيتقدم فيها أشخاص أعداد كبيرة جدا من ذوي التخصص. نعم. وبالتالي اللجنة بتحكم الأعمال أو بتقيم الأعمال وبعد كده بتقدم تقريرها، وهذا التقرير هو اللي بعد كده بيبتدي تجمع التقارير وبعد كده بتعرض على دكتور على, على على اللجنة اللي هي بترأسها الوزيرة، اللي هي دي مجرد ان هي بتعلن فقط، هي نعم. اللجنة اللي بترأسها الوزيرة مش هي اللي بتختار. لا لا لا، هي الإجراءات بتاخد لها سنة. دكتور جمال، يعني حجب 19 جائزة ومنح 17. المفارقة دي بتعني ان العمل غير الجدير بالجائزة لا يحصل على جائزة حتى وان تقدم عدد كبير، يعني ده برضو بيشير الى ان الموضوع مش اي حد هيحصل على جائزة. نعم. حتى وان كان الجائزة ممكن تحجب، حتى وان كانت اعداد كبيرة من الجوائز ممكن تحجب. هو بقى طبعا فلسفة وزارة الثقافة او الدولة ان بتقول ان الجوائز دي بتمثل الدولة، يعني مش ارضاء لبعض الاشخاص او تكريم لبعض الاشخاص. نعم. هي 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 جوائز بتمثل الدولة وبتمثل رؤية الدولة، فبالتالي جائزة باسم الدولة يجب ان تقدم الى عمل يستحق ان يحصل على هذه رؤيه. طب وفي بعض الاحيان قد يكون هناك اعمال مقدمه هي اعمال جيده لكن محل خلاف، لان لا تنسي ان اللي بيحكم
مش واحد انسان برضه. ومش واحد يعني، لما بيعرض عمل بيعرض على الاقل على 5 أو على 3 عدد ثلاثي. نعم على فردي علشان عدد فردي يتم التصويت. 5 أو 3 وبعد كده بيبتدي يعني ممكن يكون ضمن الخمسه دول 3 موافقين او 2 مش موافقين او حاجه زي كده عن العمل، وبالذات انت بتقدم لهم يعني بيبقى في اكتر من مرشح للجائزه. يعني اذا كان احنا بنتكلم على الجائزه بتاعت اللي في مجال حقوق الانسان ممكن يكون في 50 60 100 واحد مرشح، انا لا اعلم عدد اللي تقدموا الى مثل هذه الجائزه. فتخيلي بقى ان احنا عندنا 36 جائزه، فما بيقدم فيها على الاقل متوسط 100 واحد، فمن 36 عندنا طبعا اساتذه، عندنا علماء وعقول كثيره جدا، كل جامعه لديها ما تقدمه، من يرشح بيحصل على هذه الجوائز، فبالتالي نعم. المشكله بيبقى عدد كبير جدا. فالتقييم هي عمليه عشان كده بتستغرق ممكن سنه، يعني الجائزه بيتم التقدم ليها وبعد كده بيتم التحكيم، وعمليه التحكيم ده في سنه، لان عدد المتقدمين عمليه دراسه لكل الابحاث والموضوعات المقدمه. انا اعتقد انها بتدرس بشكل جيد، وهذا هو سبب تاخر الاعلان، بيقعد لاكثر من سنه، وايضا سبب حجب عدد كثير من الجوائز نتيجه لايضا ليس لقله كما يشاع لقله المستوى الاعمال المقدمه او الشخصيات، لكن يمكن ان يكون نتيجه للخلاف داخل اللجنه اللي بتقيم. طب دكتور جمال، استحدث المجلس الاعلى للثقافه جائزه للمبدعين العرب، جائزه النيل للمبدعين العرب، واهميه ان الدوله المصريه تمنح المبدع العربي جائزه من الدوله المصريه، حضرتك شايف ده ازاي؟ شيء جيد جدا، وهذا هو معمول يعني الفكره اللي هو عموميه الفكر الانساني بصفه عامه. انا اتمنى ان يكون ايضا جائزه النيل للابداع الانساني، يعني نعم. يعني ليس فقط ليس عربي أيضا. يعني قد تكون هذه في مرحله اخرى. نعم. يعني لان احنا تعلمنا واستفدنا من 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 الفكر الانساني بدءا من افلاطون وارسطو الى يومنا هذا، وما زلنا نتعلم حتى من بعض من علماء من جنسيات او من دول نصفها بانها دول الغرب المتحيز وكل هذه الامور، لكن هؤلاء علمونا بالفعل. نعم. فبالتالي الفكر الانساني هو فكر يعني يتسم بالعموميه، فبالتالي انا يعني هذه يعني لفته بتحيي فيها الدوله المصريه، واتمنى ان يكون هناك ايضا جائزه باسم الفكر الانساني بصفه عالميه. نعم. يعني انا عاوز اضيف اليك كمان يعني عشان يعني بفكره انا عضو في المجلس الاعلى للثقافه وما اعرفش طبعا، شوف انت سالتيني ازاي بيتم الاختيار، انا ما اعرفش بيتم نعم. الاختيار ازاي، لان انا في لجان اخرى، لجان العلوم السياسيه، لكن لجان الجوائز دي موضوعات ثانيه. نعم. فبالتالي يعني هذه امور يعني خارج السياق يعني. وده يمكن بيؤشر الى ان موضوعيه هذه الجوائز ومنح هذه الجوائز بعيد عن الاهواء، وهي تقدير وتقييم موضوعي جدا من لجان خاصة لدراسة هذه الموضوعات. أنا بشكر حضرتك، أنا بشكر حضرتك دكتور جمال سلامة عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس على وجود حضرتك معنا، وألف مبروك الجائزة. الله يبارك فيك. وكل سنة وحضرتك طيبة. شكرا. مشاهدينا متواصلون معكم في وقفة حوارية ثانية، ولكن بعد الفاصل.